السلام عليكم، معاكم المهندس محمد عبد الله الشامي. باذن الله معانا النهارده لوحه على شاشه دي اس 10، عباره عن 4 شفاط واثنين غاطس وهيتر وسرينه انذار لارتفاع وانخفاض الحراره، عليها سرينه كبيره، وعندي سرينه اعطال 3 فاز، وعندي سرينه انقطاع التيار الكهربي. طبعا في اوفرلودات حمايه على كل الشفاطات، كل شفاط ليه سيليكتور اقدر اشغله مباشر او اوتوماتيك عن طريق شاشه التحكم، ولو حصل فيه عطل عندي اللمبه الحمراء الخاصه بالاوفرلود بتاعه بتنور. تمام، ده شكل اللوحه من الخارج، وعندنا هنا اللوحه من الداخل. عندي قواقد ثلاثيه على كل الشفاطات ال 380. تمام، لوحه من الداخل، كونتاكتورات من الدايكوري، كل الشفاطات والغواطس عليها اوفرلودات حمايه. عندي حمايه 3 فيز ضد سقوط الفازات وانعكاسها او ارتفاع وانخفاض الجهد. طبعا دي البطاريات الخاصه بسرينه انقطاع التيار الكهربي بالشاحن. تمام، طبعا ده الحساس وده السلك بتاعه. الشاشه دي ممكن سلك الحساس يوصل معايا لحد 100 متر مفيش اي مشاكل. شاشه الدي اس 10 كل المخارج عليها تايمرات، كل الشفاطات، التبريد، بتحكم في الحراره واتحكم في التهويه واسيطر على عمليه التهويه والحراره في العنبر بتاعي، وده طبعا بيأثر بنسبه كبيره جدا على الانتاج وعلى نسبه التحويل. ويعني بالتوفيق للجميع وبالتوفيق لصاحب اللوحه، والشغل زي ما حضراتكم شايفين منظم والحاجه متركبه ومعموله صح بفضل الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.